بمناسبة الطلاق، حملة هتجوزها قبل 18 هتضيع حقوقها، لقت صدى في الشارع. لغايه دلوقتي لقت صدى مع مجتمعات محليه، بس هي عامله زي الهرم، يعني مش هتعلى غير ما تاخد قاعده كبيره. لان اولا وعايز اقول لحضرتك حاجه، ان القاعده هي اللي بتجيب ولاد كتير، يعني 80% من الاسر الفقيره عندها عدد اطفال كبير. معنى كده ان في ارتباط وثيق ما بين عدد الاطفال والفقر، صحيح، من اول الاسره لغايه الدوله. الحقيقه ده مش بس بيترتب عليه فقر الاسره، ده بيترتب عليه تآكل موارد الدوله وعدم عداله التوزيع، صحيح، لان احنا بننمو سكانيا وما بننموش اقتصاديا، او بننمو هنا واحد وهنا نص، وبعدين الواحد ده بيجيب مضاعفاته وهكذا، فبيأثر على المرافق، على الخدمات، بيأثر على اللي بيبقى بيتجوز بدري، يبقى سن الخشوبة بيعلى، وبيجيبوا أطفال. مش بس في المشكلة في الكم، المشكلة في قدرة أطفال على إنهم يربوا أطفال. صحيح. بتترتب عليها مشكلات طلاق، وبتدخل يبقى فيها بدل أسرة في بيت واحد يبقى أسرة في بيتين ومصروف لبيتين. بيترتب عليها إن مطلوب عدد مدارس أكتر، خدمات صحية، خدمات طرق، معاشات. فالحقيقة زي ما كنا لسه بنتكلم على الرشد، ازاي نقدر نحسبها؟ يعني في دول بتحسب حاجتها كلها واحتياجاتها ومواردها. انا مش بقول بنحدد عدد الاطفال، لان احنا عندنا جزء طبعا ديني، بس الدين نفسه ما منعش تنظيم زيادة السكان. صحيح بالظبط. فيعني احنا محتاجين نعقل دوت، وده اللي ليه علاقه برضه ايضا بالاسعار. لان لو انا النهارده هجيب منتجات، احنا كنا في 1850 20 مليون، 1950 بقينا 40، 2000 بقينا 70، 2015 بقينا 90، النهارده عدينا ال 100. فلما تبص على المضاعفات الارقام تقول طب احنا هنوصل لغايه فين؟ صحيح. وبعدين احنا كل مواطن زياده، يعني الجنيه بيكلف 151 جنيه في ظل الزياده السكانيه على الاسره، على الدوله بقى مش على الاسره، لان في الاخر المواطن مش بس يقول للاسره، المواطن في الاخر ليه حقوق لدى الدوله. فاذا كنا عايزين حقوق بجد، رئيس الوزراء كان يتكلم ان احنا السنه دي زدنا 2 مليون و130 الف تقريبا، وده اقل من السنه اللي فاتت. بس احنا كنا بنزيد 2.5، ده كتير، كنا بنزيد 2.5 ودلوقتي بنزيد 2.1 2.2. البرامج بتاعه تنظيم الاسره والاعلانات والحملات، بصراحه هل انت شايفه انها ناجحه؟ لو بحكم عليها فرادى كده لا، هقول لا، لان محتاجين المزيد منها، محتاجين اعلانات مش بس في التلفزيون، ميدانيه واسريه وزيارات. احنا دلوقتي في ظل يعني جهود اكتر من وزاره تحت رئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء، وممكن اعلن برضو معالي وزير الصحه دكتور خالد انه برضو هيتبنى تكثيف خدماتهم. المساله ليها جانب خدمي في توفير الوسائل، في توفير طبيبات واطباء، خاصه ان بعض المناطق متراميه. عشان كده احنا بنساعد كجمعيات اهليه مع الجهات الحكوميه باعتماد وزاره الصحه. ليها جانب توعية، والتوعية لازم الاجتماع يجي مع الديني، علشان كده احنا دلوقتي كتضامن بنعمل توحيد الرسائل الاجتماعية والدينية عشان ما يحصلش تضارب، فالمجتمع بيريح على الأسهل. في جانب خاص بالاقتصادي، طول ما السيدات موجودين في البيت وما يعني مش بس ما فيش وقت، هي شايفة ان قيمتها الاجتماعية في الانجاب مش في الانتاج، صحيح، فما بتشتغلش، فبالتالي عايزة ليها ده نفسيا. حتى طول ما احنا بندور على الولد، طول ما احنا شايفين ان الولد هو السند، وطول ما احنا شايفين ان الولاد هم العزوة، على حسب ما انا ممكن يجيلي طفل يبوظلي العزوة دي كلها خالص. صحيح. ففي موضوع كمان الجانب الاقتصادي بننتشر فيه قانوني، ان احنا نغلظ التشريعات اللي موجوده، وفي جزء طبعا بقى تدريب لشبابنا. يعني بدانا بدايه جديده، يعني بدايه جديده متكامله من اكتر من وزاره، بيشرف عليها دوله رئيس مجلس الوزراء عن قرب، بيتابعها سياده الرئيس جدا، ولا يخلو حديث الا وبيتم ذكر الزياده السكانيه كخطر. احنا مستنيين نتائج.